هذا المشهد الذي يتكرر للمرة الرابعة على التوالي كل يوم سبت بعد إعلان الحكومة الفرنسية فرض قانون لإدارة الأزمة الصحية. هنا الاحتجاجات هي إحدى التظاهرات الأربعة التي قامت في العاصمة الفرنسية باريس، طبعا عدا التظاهرات الأخرى التي كانت متواجدة في جميع أنحاء فرنسا في عدة مدن كبرى. طبعا تأتي هذه المظاهرات اليوم والتعبئة بعد قرار المجلس الدستوري الذي أعلن عنه الخميس، وهو نص القرار الذي ينص بتمديد البطاقة الصحية واستخدامها في الأماكن العامة، المطاعم، أيضا المستشفيات والعيادات. هنالك أيضا العديد من اللافتات التي خرج بها المتظاهرون: لا لتصريح الصحة، حريتنا تزول، كوفيد-19 هو كذبة الدولة الفرنسية. طبعا هذه المظاهرات الأربعة التي نظمت اليوم من أجل الحرية وضد الدكتاتورية الصحية. طبعا الإجراء الصحي ضد جواز السفر كان منذ 21 يوليو، كان فقط لأماكن الترفيه والثقافة التي يزيد أعداد الأشخاص فيها عن 50 شخصا، ولكن منذ اليوم 9 أغسطس سوف يبتدأ العمل بها داخل أيضا المطاعم والأماكن التي يرتادها الفرنسيون يوميا. وبالتالي فإن هذه التظاهرات تجمع الآن العديد من الآلاف كامل فرنسا. الأسبوع الماضي فقط جمعت حوالي 200,000 متظاهر في كامل فرنسا. في العاصمة باريس شهدت أيضا حوالي 14,000 متظاهر في عدة مدن فرنسية، كانت جميع معترضون على هذه السياسة التي تتخذها الحكومة الفرنسية من فرض إلزامية اللقاح على فئة المهنيين خاصة ممن يعملون في القطاع الطبي، وتمديد استخدام البطاقة الصحية.